نضطر اسفين. خلينا بقى يا دكتور نقول للستات دلوقتي ايه اهميه ان هي ترضع رضاعه طبيعيه، وايه اهميه ان هي ما تستسهلش زي كتير من الامهات بيقولوا لا هو انا بقى لسه هفضل احاول ولسه هفضل احضر زي ما حضرتك قلت وشرحت دلوقتي، وانا لسه هفضل يعني اشوف الطفل شبع ولا ما شبعش، انا على طول هتجه للرضاعه الصناعيه وهي دي زي دي، والبيبي بالعكس بيكبر وبيتخن اكتر لما برضع صناعي. مش في كتير من الامهات بتفكر كمان بالطريقه دي؟ بصي هدك قول لهم ايه اهميه ان هم يحاولوا مره واثنين وثلاثه ويلجاوا للرضاعه الطبيعيه، وايه اهميه ده كمان للام، لانه اللي كتير من الستات ما تعرفوش او الامهات ما تعرفوش ان زي ما مهم الرضاعه الطبيعيه للبيبي كمان مهمه جدا للام. تمام، اول حاجه نقول لموضوع الام ده لان هو حاجه يعني ما فيهاش تفاصيل كتير. الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه اللي هي في اول كام ساعه من ولاده الطفل، في وصله ما بين الغده النخاميه وهرمون بيطلع، الهرمون ده بيحفز افراز الغده اللبنيه. نفس الهرمون ده هو المفروض هرمون الطلق اصلا. الهرمون ده بيخلي الرحم اللي كان كبير وقت الحمل يبدا ينزل 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 لحد ما يرجع لحجمه الطبيعي قبل الحمل. فطبعا قله افراز الهرمون ده بيخلي ان الرحم يرجع للشكل الطبيعي بشكل ابطا من العادي، وده يدخلنا في مشاكل اكبر وحاجات ملهاش لازمه، واهمها للستات اللي هي عايزه تحافظ على الشكل والحاجات صحيحة. دي ما بتنزلش في الوزن بسهوله. يعني هما دايما يقولوا حاجه يمكن مش عارفه الستات عارفاها ولا لا، انه اللي بترضع رضاعه طبيعيه بترجع يعني تفقد وزنها بسرعه اللي هي اكتسبته اثناء شهور الحمل اسرع بكتير من الست اللي هي يعني ما رضعتش طبيعي. بالظبط كده. بالنسبه بقى للطفل، كل اصلا منتج شركات الالبان واخده تعهد انها تقول ان اللبن الطبيعي هو الاكثر فائده من اللبن الصناعي. لازم ده شيء اساسي. نقطه تانية بقى ان اللبن الصناعي هو في الاول وفي الاخر مهما عملوا من ترتيبات وتركيبات لا يوازي توازن اللي موجود في اللبن الطبيعي. اللبن الصناعي فيه توازن ما بين مجموعه من الاحماض الامينيه اللي هي بتكون البروتينات بعد كده، مش موجود في اللبن الطبيعي. اللبن الطبيعي فيه التوازن ده مش موجود في اي لبن مهما عملوه، لان كل ما بيظبطوا حته تضرب، زي نفس طريقه سمير غانم يظبط الجاكيته البنطلون يضرب، عمرها ما اتظبطت، لان دي سبحان الله هو ربنا ظبطها كده علشان ما تتعملش زيها. دي حاجه. اللخبطه في الحاجات دي بقى ايه؟ ده اختلاف شركات الالبان عن بعضها. احتماليه ان الطفل يبقى تخين زي ما انت قلت كده دي اكتر بكتير في الرضاعه الصناعي عن الرضاعه الطبيعي، وده مش حاجه حلوه. يعني الام ما تفرحش بان البيبي وزنه بيزيد بسرعه وبيتخن بسرعه. طبعا على فكره دي حاجه مضره جدا لصحته. ايوه طبعا، مش حاجه يعني، لان هي دي لقوا ان الموضوع ده احتماليه ان الطفل او لما يكبر بقى ويبقى راجل يدخل في يبقى احتماليه انه يصاب بمرض السكر اكتر بكتير جدا من اللي كان بدا رضاعه طبيعيه وهو طفل. دي نقطه. النقطه الثانيه المناعه. الحاجات المناعيه اللي موجوده في اللبن الطبيعي مش موجود زيها في اللبن الصناعي. بيحاول ان هما يعملوا زيه او يجيبوا معظمه بس ما جابوش كله. الحاجه الثالثه توازن الدهون. الدهون اللي موجوده في اللبن الطبيعي التوازن بتاعها مش موجود في اللبن الصناعي. واخر حاجه بقى الاحماض الامينيه اللي احنا قلنا عليها في الاول دي اللي هي ممكن تتخن، برضو لخبطتها على الكله ممكن تعمل مشاكل على المدى الطويل. شركات الالبان بتحاول انها تمنع ده، وكل يعني الكلام ده مثلا كان زمان ال 25 سنه اللي فاتوا كان الموضوع ده واضح جدا. دلوقتي بدا الموضوع يقل لان هم بداوا يحاولوا ان هم يظبطوا المحتوى بتاع البروتين اللي موجود زيه شبيه جدا بالموجود في اللبن الطبيعي، بس برضه بيظل اللبن الطبيعي هو الاساس، هو رقم واحد. مشاكل في الكلى يا دكتور على المدى الطويل بالنسبه للطفل ولا لما يكبر؟ لا على المدى البعيد. لما على المدى البعيد لما البيبي ده يكبر. يبقى راجل برضه. هي المشاكل على فكره انا اول مره اسمع. هي المشاكل معظمها ما بتبقاش للطفل نفسه. يعني بتبقى حاجات بعدين بقى لما يبقى مراهق او لما يكون شخص كبير الحاجات دي. طب حاجه اخيره كمان انا حابه جدا اقولها للستات اللي بتتابعنا، انه عملوا احصائيات كتير جدا اوضحت الاحصائيات دي ان الام اللي بتصر على الرضاعه الطبيعيه هي اقل عرضه للاصابه بسرطان الثدي مع الوقت، صح يا دكتور؟ حضرتك اكد المعلومه. نفس السبب. ما هو القصه ايه؟ هو احنا دلوقتي الحمل هو عباره عن توازن هرموني بشكل مختلف. المفروض ان عشان الام ترجع للتوازن الهرموني ده ترجع له بالتدريج. بيحصل في اول 6 شهور من بعد الولاده اللي هم المرحله اللي بيكون فيها الرضاعه الطبيعيه في قمتها
بعد 6 شهور الرضاعه الطبيعيه بتقل عشان بيبدا الاكل يظهر. ففي الوقت ده التوازن الهرموني اللي كان قبل الحمل بيرجع تاني. ان انا لما كان انا بقى بنظريه الكهرباء افتح واقفل الكوبس بتاع النور مثلا، ده مش صح، ده بيعمل لخبطه بيخلي الهرمون يطلع مره واحده. الخليه في الاول وفي الاخر هي مش مكنه، صحيح، هي خليه بتطلع بسبب استجابات عصبيه هرمونيه بتطلع الحاجه، فانا قاعد كل مره اطلعها وانزلها اطلعها وانزلها، ده بيلخبط للدنيا وبيخلي استجابتها بعد كده الخليه نفسها تطلع رد فعل غير طبيعي، فبيحصل المشاكل. طيب ليه معظم دكاتره الاطفال ما بيفضلوش ابدا فكره ان الطفل ياخد تتينا، مع انه احنا كامهات بصراحه يعني بنحب جدا فكره التتينا دي، لانها حتى زمان كانوا اهالينا يسموها السكاته. بالظبط كده، اه، وهي اسمها اللهايه يعني، هو حتى بيسموه بالانجلش اسمها باسيفاير، اللي هي بتخلي الطفل ان بيس، فيعني هو مبسوط سلام كده، فالام تقوم لو وراها حاجه تعملها تقدر يعني تقعد تتفرج على اللي هي عايز مثلا تلفزيون او تخلص شغلها وهو قاعد ساكت جنبها. فبالنسبه لنا دي فكره احنا بنفضلها، ولكن دايما لما الست تروح تتابع مع دكتور الاطفال يقولها لا ارجوكي بلاش التتينه لانها يعني مش كويسه جدا وبتعرضه لكتير من الفيروسات. يا دكتور شايف حياتك تقولي المعلومه دي. هي 3 حاجات. اول حاجه هي التتينه دي مهما كان عمرها ما، بالذات لو كانت ام بترضع طبيعي، التتينه دي مهما كانت عمرها ما تكون شبه النبل او الحلمه بتاعت الام، تمام، اكبر دايما. فالطفل هياخدها هتعجبه هيفضل شبطان فيها، وبالتالي رغبته في ان هو يرضع هتحصل بقى ايه وقت الجوع الشديد، مش وقت الجوع اللي هو نص نص. دي رقم واحد. رقم اتنين تعمل مشكله كبيره جدا في الاطفال اللي طلع لها سنين. لو هي موجوده والطفل بيحطها والسنان بتطلع، السنان هتطلع حواليها، هتلاقي الطفل سنانه بقى يا اما تبقى عامله كده يا اما تبقى مقوره كده بارزه، تمام، او تبقى بارزه بالشكل ده. المهم انها هتبوظ شكل السنان. ثالث حاجه بتعرضه للانفكشن يا دكتور. ما جايلك، ما دي ثالث حاجه. ثالث حاجه بقى الطفل عادي يعني الطبيعي ان السنان بيقعد يتحرك فهتطير، وبالذات بقى لو طفل بقى اتعود عليها ولزق فيها هيروح هو بيزحف ولا حاجه حاططها في بقه على طول. كل المشاكل بتحصل. ضيفي على كده انها اصلا بتخلي فصل الطفل عن المص، يعني خلاص احنا المفروض ان بعد سن سنه انت عايز تخلي الطفل تعرضه للساكلينج او المص عن طريق التغذيه عن طريق المص دي تقل لدرجه انها تبقى مره ولا مرتين في اليوم، بحيث ان عند سن سنه ونص تقفى خالص. فهو انت بالشكل ده انت هتخلي الموضوع يبقى صعب. وفي اطفال، ودي عندنا مشهوره جدا مشهوره جدا في علم نفس الاطفال كمان، طفل يحط صباعه في بقه بقى ويفضل حاطط بقه على صباعه في بقه على طول، لان دي تبقى سبب التتينه من البدايه. تلاقيه 7 8 سنين وعنده بالزبط. المشكله دي ما دي تبقى سبب التتينه في البدايه. صحيح صحيح. طيب دكتور، الوزن الطبيعي للطفل تقريبا اول ما